خناقة قوية وتشابك بالأيدي بين شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب وإصرار على الطلاق، وهذا الفنان يصلح بينهما. لا حديث على مواقع الأخبار الفنية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية إلا عن أنباء الشجار الكبير الذي وقع بين النجمين حسام حبيب وزوجته شيرين عبد الوهاب، والذي تحدثت عنه الكاتبة الصحفية مها مدبولي أولا على حسابها على فيسبوك قبل أن تتداوله عددا من المواقع الإخبارية التي تحدثت عن خلاف كبير وصل إلى حد التشابك بالأيدي، ما تطلب تدخل الفنان أحمد سعد الصديق المقرب للنجمين كمحاولة لاحتواء الأزمة. سيدتي تواصلت مع النجم أحمد سعد لسؤاله حول الأمر ليعلق قائلا: هذا أمر شخصي بين حسام حبيب وشيرين عبد الوهاب، لا يمكنني التعليق عليه سواء بالإيجاب أو النفي، مؤكدا إنه لا يحب أن يتم اعتباره طرفا في أي نزاع لا يخصه. وعن ذكر بعض المواقع الإخبارية اسمه كطرف في الأزمة، طلب أحمد سعد من الصحافة بشكل عام احترام خصوصيات نجوم الفن، مشددا على إنه لو كان طرفا بالفعل لذكر كل تفاصيل الواقعة إن صحت، لكن اللافت في الأمر إنه لم ينفي حدوثها. شيرين إلى المقطم وحسام حبيب في الرحاب، إذن ماذا حدث؟ بحسب ما علمت سيدتي من مصدر مقرب من النجمين فضل عدم ذكر اسمه، فإن الخلافات بينهما لست حديثة العهد، وأن شيرين عبد الوهاب طلبت الطلاق من حسام حبيب أكثر من مرة نظرا لأسباب عدة كان آخرها خلاف مالي كبير بسبب مبلغ يقدر بعدة ملايين من الجنيهات، وهو ما أشعل فتيل الأزمة الأخيرة بينهما التي وصلت بالفعل إلى التراشق بالألفاظ والتشابك بالأيدي، وانتهت بترك شيرين عبد الوهاب فيلا زوجها الكائنة في مدينة الرحاب والانتقال إلى منطقة المقطم رفقة بناتها من زوجها الأول محمد مصطفى. ما علمته سيدتي كذلك أن الطلاق لم يقع بين النجمين الكبيرين حتى توقيت كتابة هذه السطور، لكن مع كل المعطيات السابقة فإنه ربما أصبح أقرب للوقوع من أي وقت مضى، خاصة في ظل عدم تحقق رغبة شيرين في الإنجاب من زوجها حسام حبيب، وهي الأمنية التي صرحت بها شيرين في بداية زواجها منه.